نخطو قدما إلى السماء نحو جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمؤمنين الأتقياء. نتعثر أحيانا ببعض الذنوب والأخطاء، ثم نرنو للعلياء إلى نور الجنان ورضا الرحمن. في الجنة نلتقي. بودكاست مع فاطمة دغلس عبر شبكة أجيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن كثرت فيه المغريات، وقلت فيه العبادات، وانتهكت فيه المحرمات، وما أعد الناس شيئا للرحيل إلا القليل القليل، تعالوا بنا لنعين بعضنا البعض ونبني قصورا في الجنة، وذلك بالمحافظة على صلاة النوافل، وهي صلاة 12 ركعة كل يوم وليلة تطوعا لله تعالى. السنن الرواتب والصلوات المفروضة هي التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يدعها، وقد وردت في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداء. وكما يظهر من الحديث الشريف فضلها وعظم منزلتها، يبدأ وقت هذه السنن من دخول وقت الصلاة المتعلقة بها وينتهي بنهاية الوقت. فهيا بنا أحبتنا لنبني قصورا في الجنة، ما زال هنالك العديد من السبل نسلكها لتصل بنا إلى جنات الخلد. تابعونا في حلقة قادمة من برنامج من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي، أعدته وقدمته لكم فاطمة دغلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.